السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring. اليوم جيتكم بطريقة فارم أتوقع من أسرع الفارمات اللي نزلتها لين الحين. هذا المنطقة على اليمين طبعا جايبكم من أول نقطة The First Step أو أول خطوة في اللعبة، تروح إلى أقصى اليمين. في طريقتين عندك عشان توصل هذا المكان إذا لسه ما فتحت المكان هذا كامل. أقرب شيء أنك توصل هنا، ما يحتاج تضرب الخط هذا كله رغم أنه فيه تنانين يعني كثير يمديك تزحلقهم كذا تمشي بدون ما تقاتلهم، لكن إذا ما ودك تمسك الخط أفضل مكان أنك تيجي The Church of America، ما أدري وش اسمه هذا. بعد ما ترسبن على طول تطلع من هذه البوابة وتمسك يمين، على طول تمسك يمين عند الشجرة الصفراء هنا في بورتل بين الأشجار، أول ما توصله Travel to another location. مثل ما تشوفون جابني إلى هذا المكان. طبعا ما وصلنا إلى المكان اللي نريده ولكن قرب كثير، تقدر تاخذ هذه النقطة بعدين تيجي للمكان اللي نريده. هذه أسرع طريقة توصل بها إذا كنت جديد على اللعبة. الجلتش في هذا المكان، على طول تطلع الحصان، احسبوا الوقت، احسبوا الوقت يا إخوان، يعني شوفوا كم بياخذ منك عشان تجمع هذا الفارم. أو اللي جبت العيد، أنا جبت العيد، أوكي ضبطت. شوف 1900 1952، مدري ليش زادني نفس الرقم، مدري ايش وضعي انا مع الجلتشات دائما زيدني نفس الرقم. المهم مثل ما تشوفون تقدر ترجع بالحصان الى هذا المكان او تسوي فاست ترابل اللي تشوفه اسرع بالنسبة لك. على طول اول ما تجلس تقوم مرة ثانية وترجع تنادي الحصان وتاخذ لك 2000. اتوقع طريقة جدا جدا سريعة، ممكن بعضكم يسويها اسرع مني. المهم يبالك تحفظ المكان اللي ترسبن فيه الكورة تقريبا حول هذه المنطقة. هذا مات كأنه مسكين، انجلد والله كأنه انجلد. مثل ما تشوفون انا فاست ترافل مدري حسيته كذا ابطأ، ولكن ممكن نجرب. والله من كثر الشعب اللي جالسين يلعبون هنا كل شوية تشوف الشادو حق اللاعبين انهم جالسين يفرمون. شوي يا اخوان سري سري. الله شوف ما اعطاني بوينت. اوكي اللفة كانت غلط، يبالك تلف لفة طويلة بحيث انك تتأخر تتوجه الكورة باتجاهك بعدين تتقدم بحيث انها تطيح تحت وتنكسر، يحسب لك انك انت اللي فجرتها. اوكي توني استوعب والله هذا الشيء. شوف الفاست ترافل ياخذ شوية وقت، يمكن على حسب الجهاز اذا كنت على البي سي، واذا كنت على البلايستيشن 5 اتوقع انه يكون اسرع بعد. فمثل ما تشوفون يا اخوان انا اقصد انك تجلس كذا لين ما تتوجه الكورة وبعدين تتحرك. يا رب تضبط. اوكي الحمد لله ضبطت، لان ما احب الفلسفة كذا وما يضبط، دائما لما اجي اشرح الواحد شيء ما يضبط، واذا جيت اسوي الشيء هذا اوفلاين تضبط معي 200 200. بس صراحة ما فيه متعة المقطع حق امس WWE هذاك، والله هذاك الفارم كان ممتع، اكثر فارم صراحة ممتع للحين بالنسبة لي، يعني تحس بمتعة وانت جالس تجمع. انا ودي اسوي اختبار يا اخوان في الدقيقة الواحدة كم بقدر اجمع. خلنا نقول بسم الله يلا من عند الريست بوينت اني اروح او اني اجمع مثلا مرتين اذا قدرت. يلا انها تنحسب. اوكي هذه اول مرة عدت الحين تقريبا 20 ثانية، يعني في 20 ثانية خلاص واضحة، يعني قرابة 3 مرات مش مرتين في الدقيقة. 3 مرات 6000، يعني 6000 في الدقيقة، 6 × 10 60000، نتكلم عن 60000 في 10 دقائق يا اخوان، والله شيء مش طبيعي صراحة. خلنا نقول 50000، 50000 في 10 دقائق تجيبها شيء خرافي، والله شيء اسطوري صراحة. وبس يا شباب اتمنى المقطع نال اعجابكم، لا تنسون لايك والاشتراك اذا ما كنت مشترك، ونشر المقطع لاخوياك ونشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.